دايما حسام الدين رئيس جهاز حمايه المستهلك. اولا مساء الخير. مساء الخير استاذ احمد. في البدايه يعني تحياتي لسيادتك ولمشاهدينك الكرام وتعازينا لاسر شهداء الواجب. حادث اليم والارهاب الخفيف المجرم اللي بيحاول يكدر على الشعب المصري طول الوقت، والشعب يعني الحقيقه لا يحتمل دلوقتي كمان يعني هذه الجرائم. ربنا يا رب يرحم الشهداء ويشفي المصابين باذن الله. اتفضل يا استاذ. نتكلم على الحملات والحمله النهارده اللي شغاله دلوقتي في كفر طهرمس، وايه اللي اتلقى في كفر طهرمس وبالتالي بداتوا في عمليه الفيديو اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي في عرض الرز على المواطنين بسعر 12 جنيه بدل من 20 جنيه، ايه اللي جالكوا في هذا الملف تحديدا؟ والله يا استاذ احمد زي ما حضرتك متابع معانا، وحضرتك يعني مشكورا مهموم بهم الناس ودايما بتتابع معانا حملات جهاز حمايه المستهلك وكل الاجهزه الرقابيه في مصر. الحقيقه ان احنا لينا حملات بتكون يعني منظمه محدد لها اماكن زي ما قبل كده كنت شفتنا واحنا بنشرح. والحقيقه كان توجهنا في الفتره الاخيره بالذات الاماكن الشعبيه، الاماكن الكثيفه، الاماكن اللي فيها يعني كثافه سكانيه عاليه، الاماكن الشعبيه، لان دي الحقيقه للاسف ان انا يعني بعتذر اني بقول انها اقل انضباطا من بقيه الاماكن، السلاسل التجاريه والاماكن التجاره الحديثه الحمد لله احنا سيطرنا عليها بنسبه تتجاوز 100% الحمد لله، او على الاقل نقول 100%. لكن الملاحظ ان الاماكن الشعبيه والقرى والنجوع لا، السوق مش منضبط، ومشكله ان الاماكن يعني بعيده عن بعضها بيبقى محتاج مننا تواجد مكثف وحركه سريعه جدا. وزي ما حضرتك شفت النهارده احنا كنا في مكان الحقيقه شديد الخطوره، يعني انا اقل ما يعني يقال انه شديد الخطوره، وبالفعل زي ما حضرتك رصدته تم التعرض للحمله، لكن الحمد لله رجالتنا كانوا صامدين ووقفوا. لا تاني معلش، تم التعرض للحمله؟ طبعا يا فندم، طبعا. والحقيقه ده مش مفاجاه طول الوقت. ايوه ازاي؟ اعتداء على الحمله يا فندم. اعتداء على الحمله؟ طبعا. طبعا انت بتتكلم عن ناس يعني في الاخر، انا اسف جدا ان انا اقول هذا النوع، هذا النوع من التجار، هذا النوع وليس كل تجار مصر، هذا النوع من التجار ناس تعتبر خارجين عن القانون وتتوقع منهم اي شيء. لا يعني اعتداء ازاي على الناس اللي رايحين يعملوا شغلهم ازاي؟ طبعا يا فندم. لا طبعا بيتعرضوا لهم، بيتعرضوا لهم وبيحاولوا يعني يضروهم، واحنا رجالتنا ثابته الحمد لله. وبرضه بنلاقي دعم بنحتاج له من وزاره الداخليه، بنكلم على طول اسم البوليس اللي احنا تابعه. ووزاره الداخليه الحقيقه ما بتتاخرش عننا، فورا بتبعت لنا قوات في اللحظه، لكن احنا بنتعرض لده طول الوقت طبعا. ايه اللي لقيتوه هنا في هذه المنطقه؟ لا طبعا يعني كم من المخالفات الحقيقه يعني غير طبيعي، وانا اسف ان اقول كده ان في مخالفات كتير جدا، اهمها طبعا عدم اعلان الاسعار. للاسف في ناس حتى اللي يبدو ان هو ملتزم بيحط اسعاره بيبيع باسعار ثانيه خالص. يعني المتجر اللي احنا جبناه كان محطوط فيه اسعار، لكن عملنا حاجه اسمها محاوله شراء. يعني واحد من زملائنا قلع جاكيت البدله وقلع الكرافته وراح دخل على انه بيشتري عادي، قال له كله ب 19 جنيه. فساعتها تم الضبط على طول واتحركت الحمله وخرجت الحقيقه، وكان يعني احنا قلنا مش بس هنعمل مخالفه، وهو انتوا واقفين خليه يبيع البضاعه بالسعر الرسمي بتاعها، مش هو بيقول ان سعرها 12 جنيه تتباع ب 12 جنيه واحنا واقفين. ده اللي حصل زي ما حضرتك شفته. لسه قدامنا اهو الفيديو. بالظبط. فاكبرتوه يعني، كان عنده كميات كتير؟ طبعا كان فوق 3 طن يعني. 3 طن؟ كمية مش قليلة يعني. أكبرتوه 3000 كيلو يعني. 3000 كيلو يبيعهم بسعر 12 جنيه للكيلو. يا فندم هو أعلن إن ده السعر، فهو ملتزم بإنه يبيع أو إنها تعمل له بيع أعلى من السعر، وساعتها يعني مخالفته توصل 2 مليون جنيه، فأعتقد إن هو يتاجر بشرف ويتاجر بأمانة. أفضل بكتير ما يتعرض لطالة القانون يعني. فالأهالي كلهم خرجوا عشان يشتروا الكيلو ب 12 جنيه. الناس طيبين يا أحمد جدا. الناس طيبين، وكلنا اوعى تفكر ان احنا كمسؤولين ما احناش مواطنين وما احناش بنقن من الاسعار لا احنا وحضرتك بتقن من الاسعار. النهارده الظروف اللي بيمر بيها العالم كله، انا مش هتكلم كلام يعني استهلك في الاعلام كله، لكن
طالما انا مع حضرتك دلوقتي في المنصه المحترمه دي، لازم نعرف ولازم نشوف. احنا بنشوف يعني لقطات في المانيا او في فرنسا او في اسبانيا او في ايطاليا، الحقيقه اشد وطأة بكتير جدا جدا من اللي احنا بنشوفه هنا. الحمد لله، يمكن بلدنا يمكن عشان المواطنين البسطاء كتير فيها، فحمايه الدوله موجوده. انما الدول الاوروبيه الدوله رفع ايديها تماما بطبيعه الحال، خلاص الاسعار تزيد، الاسعار تغلى، المنتج يقل. هو ده العالم اللي احنا عايشين فيه، والناس يعني خلاص متاقلمه على الوضع ده. انما احنا مواطنينا بسطاء ودخلهم بسيط، والدوله يعني مديه اهتمام جامد جدا بالنقطه دي. فالحقيقه طبعا المنظر حضرتك شايفه، نعم، يعني اذا كان يعني يفرح البعض الحقيقه يبكي الاخرين. يعني النهارده لما الناس تخرج بالشكل ده عشان تاخد حقها الطبيعي، اللي يعني ان الدوله قالت لهم ان انتوا تاخدوا رز ب 12 جنيه، شيء مؤلم للغايه فعلا ان احنا نشوف لقطه زي دي. شيء مؤلم، ما هوش يفرح. نعم. انا كرئيس جهاز حمايه المشترك مش سعيد باللقطه. بالعكس، انا يعني لو ما مسكتش نفسي ابكي، يعني ابكي على لقطه زي دي، ان الناس لمجرد انها تاخد حقها صح وقفت طوابير بالشكل ده. شيء مؤلم، طوابير ايه، شيء اعداد مؤلم رهيبه، للغايه. اعداد يعني رهيبه. لا بس ده كمان بيقول لحضرتك انه الناس عايزه زي ما حضرتك بتقول كده ايمن بيه، انه حقها. وكمان الحاجه لما بتبقى رخيصه شوف الناس بتعمل ايه. ما هو ما كانش عارف يشتريه او ب 19 ولا ب 20، يشتريه ب 12، فده يفرق معاه. الناس دي ناس طيبين ما عندهمش دخل كبير، فالجنيه طبعا يفرق معاهم، مش 6 ولا 7 ولا والله 10 جنيه. والله اقل من الجنيه، والله اقل من الجنيه. مظبوط. ومش عايزين الناس تتصور ان احنا بنزايد عليهم. احنا مواطنين يا استاذ احمد. نعم. قبل ما نكون مسؤولين. نعم. احنا مواطنين. نعم. عايشين في الاسواق، بننزل نشتري حاجتنا بنفسنا. بنشوف النهارده، انا يعني انا مش لا اخجل ان انا اقولها، النهارده انا بدخل املا السله في السوبر ماركت، قبل ما بقف على الكاشير بشيل نصها. انا اهو كراجل مسؤول، المفروض ان انا يعني وضعي افضل من الناس. بتلاقيها غاليه؟ طبعا ما طبعا تقدرش لا تدفعها النهارده. طبعا بشيل نسبه كبيره. رئيس جهاز حمايه معلش. المستهلك بيشيل نص الحاجه عشان مش قادر يا يكمل. استاذ احمد، انا مش قلت لك الكلام ده في التليفون بيننا وبين بعض ولا صح. ما حصلش؟ حضرتك قلت لي ولا مره. احكي لك لما رجعت الجبنه عادي أي. خالص. مظبوط يا فندم. احنا يعني النهارده المواطن البسيط، ما بالك المواطن البسيط، ما بالك المواطن البسيط اللي هو يا دوبك عايش يا دوبك على الحد الادنى، اقل حقوقه علينا سواء ان احنا كمسؤولين او كدوله او كتاجر شريف، ان لا يتاجر بالام الناس باحزانهم. يعني لا، احنا في وضع عالمي كلنا اقسم بالله كلنا بنقول يا رب عدي الايام على خير، يا رب عدي الايام على خير. فكمان لما يبقى في تاجر بيستغل الازمه لصالحه، ده تاجر حرب. ده تاجر حرب. نعم، استغلال. تاجر حرب وليس تاجر شريف. تاجر الشريف اللي هو النهارده ما حدش قال لحد يخسر، عمرنا ما قلنا لحد يخسر. لكن اكسب بما يرضي الله. نعم. اكسب بما يرضي الله. النهارده مش معنى ان احنا عايشين في سوق حر ما فيهوش تسعيره جبريه انك انت تنفلت. لا، في ضوابط اخرى. في ضوابط اخرى. لما الدوله النهارده اضطرت انها تلجا للتسعيره الجبريه لسلعه زي سلعه الرز نتيجه المبالغه في سعرها. لا، يعني المفترض ان انت طالما عايز تعيش كتاجر في سوق حر وتستمتع بالمنافسه وتستمتع بالعرض والطلب، يكون عندك حاجه اسمها ميثاق شرف. يكون ميثاق الشرف ده انت يعني زي ما طول عمر، يعني انا راجل مش صغير في السن، سيادتك راجل مش صغير. نعم. كان في يوم من الايام واحنا اطفال، كانت اليافطه اللي متعلقه على باب المحل مكتوب عليها الزبون على حق. ايوه صح. بدون قانون حمايه اختفت دلوقتي. اختفت صح. استبدلت بان البضاعه المباعه لا ترد ولا تستبدل. يعني للاسف. مظبوط. فاحنا ففي حاجه اسمها مواثيق شرف. التجار التاجر المحترم يعلم حقه وحق المستهلك بتاعه. لكن لما نوصل لهذه الدرجه لابد ان احنا نتدخل، ولابد ان احنا نضرب بيد من حديد على كل من يتاجر بالازمه. هنضرب بيد من حقيقه اللي اتعمل من يوم الاربعاء لحد النهارده فيما يتعلق بالغرف التجاريه واللي عملته، واتحاد الغرف اللي عمله مع كبار التجار، الصناع، الهايبر، السوبر ماركت، ايه اللي عملوه؟ احنا يا فندم في توجيهات من دوله رئيس مجلس الوزراء واضحه للجميع. احنا مش بس هنتوقف عند التنسيق مع التجار بصوره نظريه، لا، احنا النهارده بننشئ اكثر من يمكن ده كان في مؤتمر وزير التموين مع
معالي وزير التموين مع معالي وزير التجارة والصناعة توجيه بأنه كل محافظة تنشئ على الأقل 5 شوادر أو أسواق لبيع السلع الأساسية. تم الاستقرار والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية وبدأنا في إنشاء الشوادر بالفعل بالتعاون مع السادة المحافظين ومع الغرف التجارية في كل محافظة بحيث أن احنا نزود المنافذ اللي بتبيع بالأسعار الرسمية والأسعار المعتدلة أو العادلة. ولما نتكلم عن الأسعار العادلة هو في تعريفها العلمي ما يتفق عليه البائع والمشتري. هو ده مفهوم السعر العادل. لما يكون المشتري مش قادر على السعر يبقى إذن هذا ليس بسعر عادلا. والدولة لا تتدخل طول الوقت في التسعير يا جماعة، ده يعني شيء يعني مش صحي. مش صحي للمستهلك. الدولة لما بتضطر ان هي تصدر تسعيرة جبرية يعني كما لو كنت بتعلن حالة طوارئ، مسألة يعني بتاخد من الدولة ومن الحكومة جهد كبير جدا جدا جدا، لأن ده يعني إجراء مش عايز أقول أكتر من إنه كما لو كان قانون طوارئ زي ما عملنا سلعة الرز كسلعة استراتيجية. ده وفقا لقانون حماية المستهلك يصدر بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء ولمدة محددة، لأن ده ضد آليات السوق الطبيعية. آليات السوق الطبيعية اللي بتحقق الاتزان والسعر العادل هي المنافسة. هي المنافسة والرقابة. لكن لما الدولة بتلجأ ليه ده بتكون غصب عنها. حضرتك بتقول الضرب بيد من حديد. مؤكد. ادي حملة الجهاز اهو دلوقتي اهو. اتفضل. حاجات منتهية الصلاحية اهي. مش بس يعني احنا مش بس النهاردة بنتوقف عند المنتج المنتهي الصلاحية. أنا لست فخورا باللي أنا هقوله. إحنا مرينا على أكتر من 120 ألف منشأة وعملنا توفيق أوضاع لحوالي 40% منهم. ناس من البسطاء يقول لك أنا مش عارف أحط السعر فين. إحنا بننزل أماكن يا أستاذ أحمد عفوا، يعني يمكن اللي هقوله ده قد لا يليق إن إحنا نقوله يعني، لكن في أماكن عبارة عن أوضة في شقة وشباك مفتوح بتبيع منها. فالنهاردة الست البسيطة دي اللي حط شوية بضائع وبتبيعها من بنسميها من طاقة الشباك. مش عارفة يعني تعلن على الأسعار. مش هنخش نعملها قضية ونقول لها يا أمي هاتي ورقة واكتبي عليها الرز بكذا والسكر بكذا والشاي بكذا وكذا. واخد بالك؟ ما بخشش اعملها قضية. بخش اديلها توفيق اوضاع وارجع ابص عليها تاني الاقيها وعلقت الورقة والتزمت. يعني انا مش هدفي اعمل قضايا وخلاص ابدا. ابدا. يعني لو لقيت حد يستحق ان انا اساعده وانصحه بعمل كده. مؤكد. الهدف ان السوق يكون مستقر. وليس بعدد القضايا وليس بعدد المحاضر وليس بعدد المخالفات. والا كان زماننا بعدد القضايا والمخالفات اللي عملناها كنا بقينا اكثر سوق منضبط في العالم. هذا ليس بحقيقة. الناس مش بتتعظ من القضايا والحاجات دي؟ ما بتتعظ طبعا البعض. طبعا. وهو احنا بنضطر نضطر. لكن دايما بنقول الاول وموجهين كل زملائنا، يمكن حضرتك كنت متابع معانا في غرفة عمليات من اسبوع 10 ايام. كنا بنوجه زملائنا يا جماعة لو سمحت لو حسيت ان مفيش تعمد المخالفة. انت راجل ليك تقديرك الخاص كضبطية قضائية. اذا عندك شعور ان ليس هناك عمد للمخالفة اديله توفيق اوضاع اسبوع وارجع بص عليه تاني. توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء كانت بتأكد على نفس الكلام. قال يا جماعة ادوا للناس فرصة اسبوعين. اللي يعلنوا عن الاسعار يظهروا الاسعار في اماكن واضحة. وزملائنا كانوا بيتبعوا نفس النهج. فلكن لما ارجع له تاني ولاقيه ان هو بيتعمد عدم اعلان الاسعار، لا هنا اسمه عمد. عمد لا تتحرى ليه المخالفة وتتعمل له القضية ويتحمل جزائه. طيب الواقعة بتاعت النهاردة بتعمله كمان بالإضافة إنه تم باع بالسعر اللي هو الـ 12 جنيه هيتعمله كمان إجراء قانوني؟ طبعا يا فندم. اتعمله بالفعل محضر بيع فوق أزيد من السعر المعلن. طبعا. ده عقوبته إيه المحضر ده؟ الحقيقة إن المخالفة بتاعته يعني وفقا للقرار دولة رئيس مجلس الوزراء 566 حد أدنى 100,000 جنيه وتصل لـ 5 مليون جنيه. 5 مليون جنيه. وحد ادنى 100,000. الناس اللي اعترضوك واعترضوا الحمله، الاجراء القانوني ايه اللي بيتعمل او اللي اتعمل؟ اعاقه حمله. وده اتعمل بيه محضر في اسم البوليس، هي اعاقه حمله. لكن الحقيقه برضو الشرطه ما بتسيبناش. عشان نكون واضحين جدا، احنا عندنا تنسيق طول الوقت مع اجهزه وزاره الداخليه، ولما بنتعرض لهذا السلوك اللي قد يحدث في بعض الاحيان من بعض الناس
غير منضبطين، وعادة بيكونوا للأسف يعني مش في حالة وعي كامل، مش عايز أقول أكتر من كده، لأن أي حد عنده وعي هو يعلم تماما خطورة إن هو يتعرض لحملة من حاملة ضغط الفضائي، لكن بيبقى بعض الناس يعني ما جاي بيكونش لي في شكوى وعيهم أوي. وحضرتك معانا على الهوا دلوقتي، مش هقول المنطقة، ولكن في الجيزة، في منطقة في الجيزة سوبر ماركت، كيلو السكر ب 18 جنيه، الرز المكسر من 16 ل 18، الجبنة البيضة البراميلي ب 100 جنيه الكيلو، الجبنة الرومي الوسط ب 26 جنيه، ايه تاني، بعض الحاجات لانه حاجات كتير، ازازة الزيت ال 700 جرام ب 50، وازازة الزيت الممتاز ب 63، وخد حضرتك اسعار اكتر من كده كمان، سعر كيلو البانيه ب 120 جنيه، المكرونة السايبة ب 20 جنيه، رز مكسر ما بين 16 و 18 قلته قبل كده، ده جزء عينة من شكوى لسه جاله وحضرتك بتتكلم دلوقتي. طيب خليني أوضح شيء مهم جدا للسادة المشاهدين، علشان لما يكون المواطن عارف حقوقه بنقدر احنا نحقق له يعني الانضباط في السوق. أولا احنا في سوق حر، والسوق الحر هو عرض وطلب. عرض وطلب بمعنى ان النهارده انا طالما السلعة غير مسعرة، يعني الرز ليس عرض وطلب، الرز متحدد أسعاره، الرز السايب 12 جنيه، الرز المعبأ العادي كسر في حدود 10% سعره 15، ال 3% سعره 18 جنيه، كسر 3%. ده مسعر، ما دون ذلك عرض وطلب. بمعنى ايه؟ هنا وعي المواطن بيتدخل. النهارده الاسعار دي لن تجدها في السلاسل التجاريه الحديثه. لن تجدها. يبقى انا النهارده طالما انا في سوق حر، للاسف لا يجرم، لا يجرم، وبقولها قولا واحدا، لا يجرم انك انت تحط سعر طالما اعلنته. انما يجرم لو بعت باعلى منه، يعني على سبيل المثال، وبعض الناس هتزعل مني، وبعض الناس هتقول ازاي وفين دور الدوله؟ دور الدوله تنظيمي في هذا الاطار، دور الدوله ان هي بتمنع الاحتكار، دور الدوله ان هي بتعزز المنافسه. ده دور الدوله في الاقتصاد الحر، ليس دور الدوله ان تتدخل وتضع اسعار لكل شيء. دور الدوله انها تنظم، تحارب الاحتكار، زي ما حصل في الرز لما طلعنا قرار دوله، رئيس مجلس الوزراء اصدر قراره ان الرز سلعه استراتيجيه ولا يجوز حجبها عن التداول او منعها او كذا او كذا. دي اجراءات استثنائيه بتتم في حاله حدوث ظاهره غير طبيعيه، اما الظواهر الطبيعيه تعالج بالمناقشه. بمعنى ايه؟ كيلو السكر حضرتك قلت ب 18 جنيه أي. في سلاسل تجاريه هتلاقيه ب 17 ونص. كيلو الجبنه الرز البراميل اللي حضرتك قلت كذا، والجبنه الرز ثابت، الجبنه البراميل اللي حضرتك بتقولها ب 120 جنيه هتلاقيها في اماكن تانية ب 80 جنيه. كيلو، هنا المنافسه. انا النهارده كمواطن بساعد نفسي وبساعد الدوله انها تحقق في الاخر، بس ده جبنه، هي مش لحمه يا فندم، مش كيلو لحمه، بجيب جبنه يعني في الاخر اسمها جبنه. استاذ احمد، براميل ولا مش براميلي، ايا كان نوع أيوة الجبنه، ايمن انا بيه اللي بتكلم عنه، اللي بتكلم عنه سيادتك، ان انا النهارده اترك التاجر، انا اتركه التاجر اللي هو بيبالغ وبيغالي في اسعاره، واروح للتاجر الارخص، ده هيتوقف، لازم ينزل باسعاره. لازم احنا كمواطنين، وده اللي احنا بنعمله كمواطنين، انا النهارده بنزل اجيب حاجتي كل 15 يوم. ما بنزلش ليه؟ لو انا وقفت اطلب من، معلش، اطلب بالتليفون او انزل البقال اللي تحت مني واجي، لا، هيستغلني. لا يا سيدي، انا طول ما انت مش قادر تلتزم وتراعي المستهلك بتاعك، انا مش هشتري منك، انا اروح اشتري من مكان تاني ارخص. طيب بيجي لكم ايمن بيه، خلينا عملي يعني، وانا بحيي حاجة تاني، ولكن بالنسبه للشكاوى، هل عددها زاد الفتره اللي فاتت ديت؟ طبعا زادت بنسبه تتجاوز يمكن 14% عندنا الشكاوى زادت. ودي لها اسباب متعدده، مش بس ارتفاع الاسعار. لا لا، ليها اسباب متعدده، في بعض يعني المنتجات للاسف قطع الغيار ناقصه شويه في السوق، فللاسف مأثره على قدره الوكلاء في يعني في الالتزام بمواعيد الصيانات واشياء من هذا القبيل. طبعا حضرتك متابع معانا الاجراءات اللي قام بيها دوله رئيس مجلس الوزراء، وكان سيادته بنفسه امبارح في اسكندريه المواني بيشرف على هنتكلم عندنا فقره دلوقتي عن الملف ده دلوقتي، اتفضل. بالظبط. فالنهارده لازم، معلش، انا برضو وانا بقولها وانا راجل
رئيس جهاز حماية المستهلك، ولما أقول رئيس جهاز حماية المستهلك أقصد بيها معنى واحد، إن أنا موظف من الدولة يأخذ أجره على حماية المستهلك. بمعنى إن أنا نجاحي النهاردة إن المستهلك يكون راضي. طب بتعملوا مع الشركات اللي هي عندها الناس عندها مشكلة في الصيانة وقطع الغيار وعربياتها رمياها أصلا مش عارفة تتحرك بيها؟ ده الجزء اللي احنا النهاردة بنضغط قدر المستطاع، ونتأكد تماما إن الشركة مش مقصرة، وفي نفس الوقت بنحاول يعني نقول للمستهلك بتاعنا ان دي مثلا اذا كانت ظروف خارجه عن ارادته هندي لك بدائل، هندي لك نوع من التعويض، هندي لك قيمه ايجاريه للسياره وهي مش موجوده. لابد من التوازن، لان احنا في فتره يا استاذ احمد احنا في فتره استثنائيه من تاريخ مصر وتاريخ العالم. واذا كنا كمواطنين ليس لدينا الوعي الكافي ان العالم بيمر بمرحله استثنائيه وكل واحد بص تحت رجله فقط، لا ما ينفعش يا استاذ احمد. هل في شركات بتقبل خاص. يعني في شركات بتتعاون وتدفع ممكن تعويضات للناس او تدي؟ طبعا طبعا، وحضرتك تابعت بنفسك الاجراءات اللي خدناها لما ادينا تعويض للناس اللي كانوا حاجزين السلع ب 18% 18%، وساعتها كان فايده البنك المركزي على السلع كان 8.75، احنا فرضنا على الشركات 18% واستجابت. الحقيقه بص يا فندم، اتفضل. الجهاز الحمد لله الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل ان في اراده ان يبقى المواطن تحت مظله حمايه حقيقيه، الجهاز النهارده اصبح ليه دور ودور واضح جدا. يمكن احنا مقصرين شويه في الاعلام، انا اعلن هذا، يمكن ده لا لشيء الا ان فعلا الهم هم التعامل مع المشاكل بالحجم ده بقى ضاغط علينا جدا في وقتنا، لكن في نفس الوقت الحمد لله جهاز حمايه المستهلك بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل ان في اراده حقيقيه لحمايه المواطن المصري، النهارده موجود وموجود بقوه شديده جدا في السوق المصري. كل التحيه. واصبح النهارده يعني اشكرك يا فندم، اشكرك. مهندس ايمن حسام الدين بشكرك شكرا جزيلا، رئيس جهاز حمايه المستهلك.